السلام عليكم. هل تعتقدون أن اللغة الألمانية هي لغة صعبة؟ لا، معنا سوف تتعلمون بسهولة. والآن إلى الفيديو. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي فراس، أهلا بكم. اليوم سوف نتعلم أدوات التعريف باللغة الألمانية، وهي تسمى der Artikel. der Artikel يعني أداة التعريف. باللغة الألمانية يوجد 4 أدوات للتعريف. der هو للمذكر، der، die للمؤنث، die، das للمحايد أو لغير العاقل، das، و die أيضا للجمع، دي. دي مثال على دي: دي من، الرجل. دي من، دي دي فراو، دي فراو المرأة، دي فراو. داس داس كيند، داس كيند الطفل، das Kind. die Leute الناس، die Leute. طبعا من الصعب حفظ جميع الكلمات مع أداة التعريف، ولكن يوجد طريقة تسهل حفظ الكلمات مع أداة التعريف، وهذه الطريقة تساعد كبداية، ولكن بشكل عام يجب حفظ كل كلمة مع أداة التعريف. يعني كل كلمة جديدة تتعلمونها يجب أن تتعلمونها مع أداة التعريف. هذه الطريقة التي سوف أشرحها الآن سوف تساعدكم نوعا ما، حتى تعرفوا إذا قرأتوا كلمة جديدة حتى تعرفوا ما هي أداة التعريف لهذه الكلمة، der Artikel. وهذه الطريقة هي كالتالي: كل كلمة تنتهي بهذه الأحرف أنت، أنت، تكون تأخذ der. مثلا فابريكانت، فابريكانت معناها عامل في مصنع أو يعمل في مصنع، فابريكانت. أيضا إير، كل كلمة تنتهي بالحرفان إير تأخذ دير. مثلا بيع، بيع، دب. أو إنت، A-N-T، أنت. مثلا student، student يعني طالب في الجامعة، student. I-C-H، ich، I-C-H. مثلا teppich. I-G، König أو كونيج. الجي تلفظ احيانا جي احيانا اش، حسب المنطقه. يعني بالجنوب يقولون كونيج، بالشمال كونيج يعني ملك. ايكا ميكانيكا يعني يعمل في الميكانيك، يصلح مثلا سيارات او اجهزه او ماكينات. اسموس، اسموس، كابيتاليسموس، كابيتاليسموس يعني الرأسمالية. است، يورست، يورست يعني رجل يعمل في القانون، ممكن أن يكون محامي أو قاضي، يورست. لينج،
فايجلينج، فايجلينج يعني جبان، فايجلينج. اور تيرو، تيرور يعني ارهاب، تيرور. اوس فيروس، فيروس يعني الفيروس او الجرثومة، فيروس. هذا بالنسبة لأداة التعريف دي. أداة التعريف دي إذا انتهت بالحرف آ مثلا كاميرا، كاميرا يعني كاميرا، أو آد، آد فساد، فساد معناها يعني واجهة البيت مثلا، أو الشيء الظاهر من شيء مثلا، الشيء الظاهر من البيت اللي هو واجهة البيت مثلا من الخارج تسمى فساد. أنتس ديستانس، ديستانس مسافة. أي بوشراي، بوشراي مكتبة. أنتس potence، potence يعني قوة أو إمكانية. هايت كرانكهايت، كرانكهايت يعني مرض. إي ماجي سحر. إك موزيك، موسيقى. إن فرويندين صديقة. إيون ناتسيون أمة. إيف إنيتياتيف، إنيتياتيف يعني مبادرة. كايت أينزام كايت وحدة. شاف Leidenschaft أحاسيس. تيت Universität يعني جامعة. أونغ نارونغ غذاء. أو ناتور طبيعة. هذه كانت الأمثلة على دي. الآن أمثلة على دس. تشن Mädchen فتاة. إخت لخت ضوء. لاين فرويلاين هي المرأة التي ما زالت عزباء لم تتزوج. ما كليما يعني المناخ. منت بارلمنت يعني مجلس أمة أو برلمان. توم أيجن توم ملك. أم داتوم تاريخ. طبعا هذه الطريقة تساعد نوعا ما، ولكن يوجد كلمات كثيرة أخرى يجب حفظها كما هي. فأفضل طريقة هي أن تحفظوا كل كلمة جديدة تحفظوها، احفظوها مع أداة التعريف. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من درس اليوم. إلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله. إذا أعجبكم هذا الفيديو حطوا لايك وسبسكرايب على قناتنا. Wenn euch das Video gefallen hat, dann tut ein Like auf das Video und abonniert unseren Kanal. If you like this video, leave a like and subscribe to our channel. مع السلامة. Tschüss. Goodbye.